في إطار تقديم الدعم للأطفال نظراً لما مروا به خلال سنوات الحرب السابقة، تقوم الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالعديد من الأنشطة الداعمة والترفيهية للأطفال في مدينتي نبل والزهراء لمحاولة دفعهم للعودة للحياة الطبيعية وتعويض ما ينقصهم تعليمياً. نعمل أنشطة داعمة ترفيهية طبعاً وللأطفال من سن 6 سنين ل 18 سنة عم نكون معهم، وأنشطة تعليمية وتعلم ذاتي. نحن كتير مبسوطين من تفاعل الأطفال وجيتهم لعنا، لأنه ونحن بهذا المنحة أنه يكونوا هن جد نحن بحاجة، لأنه مروا بفترات كتير صعبة وكتير عانوا من كتير ضغوطات، ونحاول بس هيك شوي نكسر هذا الحاجز ويشعروا بطفولتهم ترجع الأنشطة هي محور حياتهم. عنا عدة أنشطة تعليمية ضمن برنامج تعليم التعلم الذاتي، لأن هون كان في عنا خامات كتير جيدة، فنحن عم نعوض هذا الشيء الفجوة التعليمية اللي صارت عندهم. كمان عم ندخل بجلسات دعم نفسي اجتماعي مع مرشدين اختصاصيين وأنشطة دعم نفسي اجتماعي. كمان عنا العدد نبل والزهراء بحدود 600 طفل. المتطوعون في الجمعية السورية للتنمية أكدوا أن هدفهم تقديم كل ما يستطيعون في سبيل رسم الضحكة على وجوههم. بدورهم الأطفال كانوا سعيدين بهذه النشاطات ووجهوا الشكر للمتطوعين. نحن متطوعي الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، طبعا كل نشاطاتنا هون بالنبل والزهراء بتتمحور حول تعويض الأطفال، تعويضهم تعليميا، تعويضهم ترفيهيا. يعني نحن بنحاول نحضر نسعى جاهدين لحتى ندعم هالأطفال بكل شيء بنقدر عليه. نحن كتير مبسوطين بالجمعية السورية، واليوم سوونا احتفال وكتير علمونا وانه لعبنا ونغني. ان شاء الله منضل مبسوطين، وهالجمعية انبسطتنا كتير وبالألعاب كتير والحلوة. اليوم في كان احتفالية عيد ونحن مبسوطين كتير، في كان رسم وهذا، ونحن متشكر الكادر الاجتماعي ومتشكر كل شخص شارك في هذا الاحتفال. إعادة نبض الحياة للأطفال من جديد بعد كل ما تعرضت له سوريا يقع على عاتق الجميع، لأنه بوجود جيل واعي يتم بناء مستقبلا بعيدا عن الحرب والدمار. في ظل الظروف التي تمر على سوريا كان لابد من وجود مبادرة لرسم البسمة على وجوه الأطفال، ولعل ما تسعى إليه الجمعية السورية للتنمية يأتي في إطار الدعم النفسي والمعنوي للأطفال. من نبل والزهراء مصطفى كوسة، الإخبارية السورية.